رح نقوم بتغطية مباشرة ونتكلم فيها على أبرز التحركات اللي عم نشهدها على أسعار النفط. بجلسة الصباحية كنا مرينا على معظم العملات والأزواج الرئيسية وحددنا بعض الاتجاهات المفترضة، وأنا ما بهذه الجلسة كنت حابب أتكلم بشكل دقيق عن أسعار النفط. هل يا ترى أسعار النفط من وراء اجتماعات أوبك والمخزون اللي صدر عنا بيان المخزون بيانات المخزون اللي صدرت عنا بالولايات المتحدة، شو تأثيرها على سوق النفط وعلى أسواق المعدن الأصفر يلقب بالمعدن الأصفر أو الذهب الأسود بالنسبة لأسعار النفط؟ هل يا ترى ممكن يكون عندنا فرصة استثمار عليه طويلة الأمد أو طبعا كمضاربة فقط للدخول والخروج منه بشكل إذا بدكم سريع؟ بالنسبة لأسعار النفط لما بتبدأ على رسم بياني أسبوعي وننزل شوي شوي بالتايم فريمز وصولا إلى رسم بياني الساعة و30 دقيقة وصولا إلى تحديد نقطة دخول على سعر برميل النفط او دبليو تي اي. على رسم بيانه الشهري ما في شك انه اسعار النفط ومع انخفاض او الانهيار اللي شهدناه على سعر النفط طبعا من اخر قمه، خلينا نحدد او نغير الالوان، من اخر قمه اللي تم تسجيلها عندي اللي هي مستوى ال 114 دولار اعلى قمه وصل لها سوق النفط اذا بدكم بسنه 2013، ومع انخفاض سعر النفط بشكل 5 موجات واضحين نتوقع انه هذا القاع قد انتهى انخفاض سعر النفط عليه، ونحن في صدد بداية موجات تصحيحية اللي هي اي بي سي كموجة تلقب ب دبليو انخفاض اكس وننتظر ارتفاع واي. ارتفاع واي من المفترض انه يكون بهذا الشكل لنكون سجلنا 5 موجات ارتفاع لاخر موجة اللي هي تلقب بموجة واي اللي هي 1 2 3 4 و5. فنحن ابتدينا باول موجه اللي هي هلا الارقام اللي عم نتداول بقربها اللي هي مستوى ال 64 دولار، نتوقع انه تراجع الموجه رقم 2 لمستويات تقريبا ال 60 دولار او حتى اقل ال 59 تكون ممكن ابتدت من هذه المستويات ومن رسم البيانه الحالي لتقريبا تثبيت قطعان جديده ما قبل موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد. هلا نحن بالنسبه لنا هذه المستويات الحاليه مغريه جدا للتفكير بمراكز بيع. الشيء اللي بيدعم نظريتنا انه على رسم بيانه الاسبوعي نزلنا من التايم فريم الشهري للاسبوعي، على رسم بيانه الاسبوعي ومع ارتفاع اسعار النفط من اخر قاع ومع اشاره انعكاسيه اللي هي تسمى بشمعه الدوجي من وراء انخفاض معين ارتفاع معين وايضا وصوله الى هذه الشمعه اللي هي الشمعه اللي تم تسجيلها الاسبوع الماضي. هذه الشمعه هي تلقب بهامر او شمعه المطرقه، ما في شك انه عم تعطينا اشاره سلبيه انه ممكن السوق يبتدي بالاتجاه الهابط عن جديد. وطبعا اذا بتلاحظوا انه اسعار النفط بتتاثر بالشموع اليابانيه وايضا بالكمم والكعان اللي نحن بنكون اذا بدكم متابعينا على الرسوم البيانيه التابعه على رسم بيانه اسبوعي وشهري. بتلاحظوا انه هذه اول قمه شهدنا إشارة انعكاسية عليها، ثاني أيضا قاع شهدنا إشارة انعكاسية، وهلأ كمان عم نشهد إذا بدكم شمعية المطرقة، فنتوقع ارتداد من هذه المنطقة. هلأ إذا بندخل على رسم بياني يومي كمان وصلنا إلى مرحلة طبعا ابتدى سوق النفط يواجه بعض الصعوبات وبعض نقاط المقاومة، فطبعا كمضاربين نتوقع الارتداد والتراجع من هذه المستويات. ك ك كموجات اليوت بعد ما ابتدينا نتكلم، عم نتكلم فقط شموع يابانية، عم نتكلم سيكولوجية تداول من رسم بين شهري لأسبوعي ليومي. على رسم بين الأربع ساعات، رسم بين الأربع ساعات وعلى آخر قمة تم تسجيلها عندي اللي هي قمة الأربع ساعات ما قبل انخفاض هذه الشمعة، ايضا شفنا النمط الاحتوائي اللي هو من وراء ارتفاع معين حصل عندي شمعه اذا بدكم سجلت مستوى اعلى من الشمعه اللي قبلها واغلقت تحت افتتاحها، فهذه اشاره انعكاسيه وتلقب بالانجلفينج باترن او النمط الاحتوائي. فمن وراء ارتفاع معين نتوقع اشاره انعكاسيه وتكمل اتجاه الهابط لزياره عن جديد اخر كعان ارتفع منه السوق، وهذا هو اللي عم نتكلم عليه على انخفاض لرسم بين الاربع ساعات فقط يعني على المدى الوسط للقصير. تمام، لكن ابتدينا على رسم بين الشهري ومن ثم الاسبوعي اليومي اربع ساعات كله عم يعطينا اشارات سلبيه. اما بالنسبه لرسم بين الساعه ابتدينا بموجه هبوط، وطبعا هلا من وراء البيانات اللي صدرت عنا اللي هي مخزون النفط في الولايات المتحده بغض النظر عن الارقام عم نشهد بعض التقلبات، ارتدادات بسيطه لمستويات محدده رح تكون مغريه جدا لتعزيز مراكز البيع. هلا نحن بالنسبه لنا وبالنسبه للرسوم البيانيه
اسعار او سعر النفط. خلينا نقول، خليني افرجيكم بس الرسم البياني اللي كنت حملته على هذا الموقع لتكونوا دائين او لتكونوا عارفين انه نحن ابتدينا بهذا السيناريو ما قبل الانخفاض، تمام؟ هذا اهم شيء بالتحليل التقني، انه نحن نقدر نحدد سيناريو مفترض قبل ما يحصل، تمام؟ والا ما بيكون في ارباح. هذا هو السيناريو اللي كنا تكلمنا عليه على اسعار النفط، وكنت حددته على مستوى ال 64 36، كنت حددت مستويات وقف الخساره على مستوى ال 64 80، وباخذ بعين الاعتبار موجات اليوت. عدينا خمس موجات هبوط من اخر قمه تم تسجيلها عندي، عم تلاحظوا اللي هي الموجه رقم 1 2 3 و4 و5. هذه الخمس انخفاضات او خمس موجات هبوط سجلت لي الموجة A، تلقب بموجة A او الموجة الصحية، ومن ثم ثلاث موجات ارتداد من المستويات الحالية وصولا لتسجيل موجة B، ونتوقع انخفاض الموجة اللي هي تلقب ب C. فهلأ بالنسبة لنا مستوى 62 دولار منتظر لأسعار نفط وسعر برميل النفط، وبكل بساطة ابتدينا بالتراجع على عم نسجل مستويات أوطى من المستويات الحالية اللي عم نتداول بكرمها. مستوى ال 64 17 كنا سجلنا تقريبا كعان ال 63 93. هلا هذه الموجه اللي عم نشهدها على اسعار النفط، طبعا بدنا نصغر تايم فريم لنشوف رسم بين 30 دقيقه او حتى اقل، اوكي 15 دقيقه. خلينا نشوف هذا السيناريو المفترض اللي عم نشهده على اسعار النفط، وباستعمال في بوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، وباخذ بعين الاعتبار موجات اليوت اللي هي عم تسجل الموجه الاولى، ثاني، الثالثة، نتوقع الرابعة، ومن ثم الخامسة. أتوقع وصول أسعار النفط بالوقت الحالي إلى مستويات مغرية جدا للدخول بمراكز بيع، اللي هي مستوى ال 64 20 64 30. هذه المستويات رح نكون عم نعزز فيها مراكز البيع. فأنا اللي رح أعمله إنه رح دخل أمر معلق بالبيع pending order، سلمت order، تمام؟ هلا ممكن ندخل بالمستويات الحالية إذا في حال منفضل المخاطر، تمام؟ ولكن ممكن إنك تعرض سلمت أوردر أو أمر معلق بالبيع على مستويات ال 64 30 كحد أقصى أو 25، وبنكون دخلنا ب إذا بدك سل أوردر أو مركز بيع لأسعار النفط. هلا بالنسبة لي رح أدخل ب 200، إذا بدكم 200 برميل يعني 0.2، تمام؟ خلينا ندخل ب 300 برميل من المستويات الحالية، أمر معلق بالبيع أو عفوا أمر بيع sell by market، تمام؟ على المستويات الحاليه رح حدد وقف خساره، رح حدد وقف خساره stop loss order على مستويات ال 64، من المفترض انه تكون فوق اخر قمه اللي هي ال 64 70، فرح حددها فوق مستوى ال 64 80 4.80 وقف الخساره، تمام؟ ورح نكون احنا في انتظار اشاره انعكاسيه ومع ارتداد بسيط لاسعار النفط من مستويات ال 64 30 تقريبا، هذه المستويات المنتظره لتعزيز مراكز البيع اكثر واكثر، تمام؟ فهيدا بالنسبه لاسعار النفط وفرصه بعد الظهر اللي هي فرصه اكثر مميزه لاسعار النفط. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. Alright، عظيم. هلا كل الاشخاص اللي عندهم صفقات على النفط، طبعا اذا في حال انت شايف انه ممكن سعر النفط يرتفع، ما تقلب مراكز وتخلي اذا بدكم ارائنا انه ياثر على ارائك او على الصفقات اللي انت داخل فيها، فقط حدد وقف خساره بمناطق حساسه تحت اخر قاع على سبيل المثال تم تسجيله من قبل سعر النفط، اذا في حال انت رايك غير راينا وشايف ارتفاع باسعار النفط، تمام؟ نحن مش هون كرمال نغير اراء الاشخاص او نغير او كرمال نقدر اذا بدكم بشكل او اخر ناثر على المضاربين، لا، نحن هون فقط للتوعيه وعم نجرب سويا نتداول، اوكي، كرمال نقدر نشوف شو الانسب لاسواق المال. بالنسبه للعملات الرئيسيه كنت حذرتكم من مستويات مهمه جدا، اليورو دولار وصل وثبت مستويات كثير مهمه لبدايه ارتفاع اخير لزياده مستوى ال 113 40 اللي ايضا مدخلين امر معلق بالبيع عليه، مستوى ال 113 40، تمام؟ وايضا بالنسبه للاسترليني دولار من وراء هذه المستويات اللي عم يتم تسجيلها عندي من قبل او باخر في بوناتشي من اخر قاع لاخر قمه، هذه المستويات اللي ممكن نوصلها على مستوى ال 130 20 اللي كنت حددت لكم اياها ضمن الجلسه الصباحيه، هي مستويات مهمه جدا لاشاره انعكاسيه لاسعار الاسترليني
والارتفاع عن جديد. فالعملات الرئاسية نتوقع إذا بدكم بعد تكملة اتجاه الصعد ما قبل البيع أو تعزيز مراكز البيع، يعني على المدى الوسط للتعميد عفوا على المدى الوسط للطويل بعدنا منتظرين موجات اندفاعية وهبوط لليورو والاسترليني، وإنما نحن ننتظر إذا بدكم خلينا نقول فرصة بيع أو إشارة ممكن نقدر نخدم السوق مع ارتفاع السوق لآخر مرة بالمرة الأخيرة، مثل تصحيح على سبيل المثال سعر أونصة الذهب. كنا تكلمنا عن انخفاض الذهب وكنا عارفين أنه نحن ومع انخفاض سعر أونصة الذهب وليكم من وين عم نبيعه، هذا الرسم البياني لسعر الذهب عارضينه من نهار 8/4 أوكي، وكنا تكلمنا على ارتفاع سعر الذهب لزيارة مستوى 1308 ومن ثم مراكز بيع التي بي أو تيك بروفيت عم تلاحظوا مستوى 1245 تمام. فنحن بعدنا بالسل بوزيشن وبعد أكتف، فنحن بكل بساطة بعدنا منتظرين انخفاض لسعر أونصة الذهب لزيارة مستويات تقريبا 1240، ونحن في صدد إذا بدكم الدخول بمرحلة أفقية بمثلث اللي هو من المفترض أنه يكون عم ينتهي من الموجة الأخيرة اللي هي موجة ويف بيج ويف اي أو أول موجة الصحية اللي هي تتضمن ارتفاع خمس موجات اللي هي 1 2 3 اي بي سي 4 وارتفاع 5 تمام. هذه أول خمس موجات 1 2 3 4 و5، ومن ثم الدخول بمثلث اللي هي أول موجة تصحية ويف A ويف B ويف C ويف D، ونتوقع انخفاض ويف E، ولكن ويف E من المفترض أنه تكون lagging أوكي، يعني لا نتوقع أنه ويف E ممكن تستهدف مستوى إذا بدكم القاعي اللي هو مستوى تقريباً 1186، ولكن اتوقع انه ويف اي تكون اذا بتكون عم تستهدف مستوى 61.8 في بوناتشي كحد اقصى اللي هي هذه المستويات بالضبط لنكون عم نعزز مراكز الشراء ونرجع نفكر بالشراء عن جديد تمام. فالويف اي على طول رح تكون لاجينج لبدايه موجه صعود وما رح تقدر توصل لخط الدعم لهذا المستوى. هذا اهم شيء او هذه قوانين المثلثات اللي هي مع دمج موجه اليوت وفي بوناتشي اوكي. لكن باستعمال في مناتش من اخر قاع لاخر قمة الويف اي راح تستهدف هذه المستويات اللي راح نكون نحن في انتظارها للدخول بفرص ومراكز شراء. اسعار النفط ابتدينا نربح فيها $15 بالوقت الحالي تمام، وانا لكل الاشخاص اللي دخلوا معي بمراكز بيع على اسعار النفط بتمنى لهم توفي، واهم شيء انك تعرض وقف الخساره وتحدد المخاطر اللي نحن حددناها، وتكون اذا لا سمح الله لا مس وقف الخساره ما تكون تأذيت كتير بحسابك الشخصي او حساب التداول، وانك تكون ضارب حساب او عامل حسابك انه الخسائر لازم فقط تكون 5 او 10% من حساب التداول لكل صفقه تمام. إذا في حال بدي لكم أقل من 5 أو 10% يعني بنكون عم نضحك على بعض صح ولا لا؟ يعني ما في حدا بيكون حسابه على سبيل المثال $200 بيدخل ب 0.001 تمام. كل المضاربين بحبوا أن ياخذوا بعض المخاطر، وطبعا نحن في انتظار إذا بدكم بعض التقلبات الضخمة بسوق الفوركس كرمال نقدر نستفيد كمضاربين، وبأخذ بعين الاعتبار أن الفولاتيليتي إندكس طبعا بوقتنا الحالي منه بأعلى مستوياته. يعني إذا ندخل ومنشوف على هذا الموقع الفولاتيليتي اندكس اللي هو مؤشر التقلبات، المؤشر التقلبات لازم ناخذه بعين الاعتبار تا نحن نختار كيفيه اختيار اذا بدكم الصفقات ان كان كمضاربه او كاستثمار. طالما الفولاتيليتي اندكس او مؤشر الفولاتيليتي يعني اذا بدكم على ادنى مستوياته شوفوا شو وين عم بيتداول، هذا مؤشر الفولاتيليتي اندكس اللي هو يلقب بالفيكس تمام. لما يرتفع المؤشر الفولاتيليتي اندكس وصول الى هذه القمه اللي هي مستويات ال 26 بكون عنده تقلبات مرتفعه ضخمه جدا، وبهذه الحاله المضاربين بيقدروا يستفيدوا باكثر اذا بدكم صفقات اكثر من الايام العاده او الايام الطبيعيه، وبحكم طبعا انه ارتفاع وانخفاضات العملات الرئيسيه والمعادن والسلع بتكون بشكل اقوى، فبهذه الحاله ممكن انه يستفيد بشكل سريع. ولكن المضارب العامل الاساسي اللي هو ضد المضارب هو عامل الوقت تمام. طالما نحن بدنا ننتظر او في انتظار صفقه لتاخذ مجريها هذا هو اذا بتكون العامل اللي بيشتغل ضد المضارب. الفولاتيليتي اندكس عم بيتداول على ادنى مستوياته، فبهذه الحاله ملاحظ انه السوق بطيء بعض الشيء، ولما يكون السوق بطيء نحن لا نتوقع انه ممكن نكون عم نقدر نستفيد منه كمضاربين وانما كمستثمرين، مش هيك ملزمين ان نعرض وقف خساره بمناطق حساسه لنقدر اذا بدكم نستفيد
من السوق بشكل أكبر. المؤشرات الأمريكية إن كانت داو جونز وأيضا المؤشرات الأمريكية الأخرى، ما في شك أنه على القمة على رسم بينة اليومي عم نشهد أيضا شمعة مطرقة على داو جونز أو المؤشر الأمريكي، فبهذه الحالة نتوقع ثلاث موجات تصحية بالاتجاه الهابط ما قبل أيضا تعزيز مراكز الشراء. فبالنسبة لنا المؤشرات الأمريكية بعدها باتجاه عام صاعد، ولكن هذا الشيء ما بيمنع من موجات تصحية ما قبل تكملة اتجاه الصاعد وملامسة أيضا إذا بتكون خطوط الدعم اللي موجودة عنا بالسابق. تمام، هذا بالنسبة للداو جونز. وبالدخول على رسم بين الأربع ساعات والساعة حتى، داو جونز already ابتدى بشمعة اندفاعية مثل ما عم تشوفوا، وسيطرة تامة من قبل فريق الدبب. فبهذه الحالة مع الحفاظ طبعا على هذه القمة اللي تم تسجيلها من قبل هذه الشمعة ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية على الساعة 4:30 أو 5:30 بتوقيت السعودية، بهذه الحالة طالما نحن محافظين على هذه المستويات بعدنا تحت ضغط سلبي للداو جونز. وما في شك بتكون تخلوا بالكم أنه الداو جونز عنده علاقة إيجابية بينه وبين سعر النفط، يعني إذا فحالنا نتوقع انخفاض النفط هذا بيعني نتوقع انخفاض الداو جونز أيضا. أستاذ مهدي، أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك، مساء النور. أستاذ مهدي، الداو نفس الداكس، من المفترض أنه يكون عندي ايضا بوزيتيف كوريليشن بين الداو جونز والداكس، ولكن الداكس عم نلاحظ انه عنده اذا بدكم بعض التحاليل الاخرى او عم يشتغل اذا بدكم لحاله بشكل او اخر، فبهذه الحاله لن نتوقع انه ممكن نقدر نستفيد من الداكس بشكل دقيق اذا بدكم، او نقدر نحدد موجات اندفاعيه مع الداو جونز. وانما الشمعه اللي على رسم بين الساعه التابعه للجيرمن داكس اكثر من رائعه على الدخول بمراكز بيع، اكثر من رائعه مع وقف خساره فوق اخر قمه تم تسجيلها عندي. نتوقع مراكز بيع على الجيرمن داكس لاستهداف مستوى 12100 عن جديد، يعني انخفاض 70 نقطه. وانتم بتعرفوا شو يعني 70 نقطه على الداكس، يعني عم نتكلم تقريبا بحدود يعني كل بيب فاليو او نقطه قيمتها 25 يورو. تمام، فبكل بساطه نتوقع ضعف الجيرمن داكس بالمرحله القادمه مع وقف خساره وتحديد الخساره على مستوى 12194 20 نقطه فقط. 27 دولار ارباح بالنفط 300 برميل، يعني 0.3. طبعا بتمنى ان تكون هذه الصفقه او هذا المركز مميز للجميع لنقدر نستفيد منه كلنا سوا. بهذه الجلسة أنا بتشكر وجودكم، ما تنسوا تعملوا منشن وأيضا بالكومنت، يعني تعملوا منشن لكل الأشخاص اللي مهتمين بسوق الفوركس، أوكي؟ كرمال لنقدر نكون عم نقدر نتوسع بهذه التغطيات المباشرة بشكل يومي. 45 دولار 48 دولار لسعر النفط، انخفاض لسعر النفط، عم نلاحظ أنه عم نسجل قاعان جديدة، يعني ان شاء الله كل الاشخاص اللي كانوا معنا بهذه الجلسه يقدروا يستفيدوا. انتم بتعرفوا انه بتتطلب جرأه كبيره انك تعمل تداول مباشر او لايف تريدينج امام الاشخاص، تمام؟ فبكل بساطه يعني بتتطلب جرأه، لانه اذا المحلل منه واثق من حاله ما عنده ثقه بحاله، طبعا اذا يعني خسر امام العالم فهذا شيء يعني منه سليم، وخاصه انه نحن بنمثل شركه تكمل اللي هي شركه طبعا عريقه بفروعها وبوجودها وبانتشارها عبر الدول كلها. USD GBP يعني اساس بديس الاسترليني دولار، استرليني دولار نتوقع اذا بدكم اشاره ايجابيه قلت لكم على المدى الوسط للقصير، وتثبيت هذه المستويات باللون الاصفر نتوقع ارتدادها بالاتجاه الصاعد لزياره مستوى 131.30. يعني كنت قلت لكم في بدايه هذه الجلسه انه ممكن نتوقع ارتفاع العملات الرئيسيه بالمراحل القادمه لنقدر نسجل مستويات اعلى. 75 دولار لاسعار النفط، انهيار رائع لاسعار النفط، شمعه اكثر من رائع. هذا المطلوب كمضاربه نقدر نختار نقطه دخول مميزه، جولدن اوبورتونيتي. جولد 93 دولار، النفط ما عم يهدى يا شباب، النفط ما عم يهدى. بتمنى تكونوا دخلتوا معي بهذه الصفقه الاكثر من رائعه، تمام، الاكثر من رائعه. فقط دخلنا ب 300 برميل يعني 0.3، وشوفوا الأرباح اللي عم نجنيها ببرميل النفط. على جميع الأحوال أنا بتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله بتكون جلسة أكثر من مميزة ورائعة. ما تنسوا تعملوا لايك وشير، بتكونوا عم تفيدوني طبعا لنقدر نمتد بشكل أكبر. تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو التعليمي من صفحة تكمل العربية مباشرة. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية، إلى اللقاء.